بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في باب الأذان والإقامة، وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: وهو أي الأذان 15 جملة، أي 15 كلمة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها بلالا، وأذن بها في المدينة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك عمل أهل المدينة أن الأذان 15 جملة، تكبير 4 مرات، شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، شهادة أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، تكبير مرتين، لا إله إلا الله ختام الأذان. هذه 15 جملة كان بلال يؤذن بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلا تجوز الزيادة على 15 جملة، فما يحدثه بعض الناس من على رؤوس المناير من الأذكار قبل الأذان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مما يحسبه الجهال من الأذان أو أنه تابع للأذان، فهذا من البدع المحرمة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والواجب الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدده لأمته في الأذان وفي غيره، لأن العبادات توقيفية لا يعمل شيء منها إلا بدليل صحيح من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله وهو 15 جملة يرتلها، بمعنى أنه يأتي بكل كلمة منفصلة عن الأخرى، لا يقرن بين كلمات الأذان. هذا هو معنى الترتيل. ويتمهل في الأذان، وقوله على علو يعني يستحب أن يكون أذانه على شيء مرتفع كالمنارة، سطح المسجد، لأن ذلك أبلغ في الإعلام. نعم. واليوم الحمد لله بوجود مكبرات الصوت فإنها تؤدي هذا الغرض، الحمد لله. ولو لم يكن على لو لم يكن المؤذن على علو فإن مكبرات الصوت تؤدي الغرض. وأن يكون متطهرا يعني يستحب للمؤذن أن يؤدي الأذان على طهارة، بأن يكون متوضئا
ومغتسلا من الحدث الأكبر، هذا من المستحبات. ولو أذن وهو على غير طهارة فأذانه صحيح، الحمد لله، لكنه خلاف الأفضل. مستقبل القبلة كذلك، هذا من سنن الأذان أن يؤديه وهو مستقبلا القبلة، وهو مستقبل للقبلة، لأن الأذان عبادة، والعبادات يستحب أن يتوجه بها إلى القبلة. جاعلا أصبعيه في أذنيه، جاعلا أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه، لأن هذا أبلغ في رفع الصوت. غير مستدير، كأن يكون في منارة ويستدير من أجل أن يسمع الجيران، هذا غير مشروع، وإنما يؤذن في مكان واحد ثابتا في مكانه مستقبلا للقبلة. فالاستدارة حالة الأذان هذه لا أصل لها. ملتفتا في الحيعلة، أي في قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يمينا في حي على الصلاة، وشمالا في حي على الفلاح. فالالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا من سنن الأذان، لأن هذا من فعل بلال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فلو أذن ولم يلتفت أبدا فأذانه صحيح، لكن يكون تاركا لسنة من سنن الأذان. نعم. قوله الشيخ يرتلها، أحيانا يكون ترتيل تنغيما عند بعض المؤذنين، فهل ذلك جائز؟ هذا سيأتي. لا، ما هو بهذا الترتيل، التنغيم ليس هو الترتيل. طيب. الترتيل أن يلقيها جملة جملة ولا يقرن بينها، هذا هو الترتيل. يعني ما يجعل تكبيرتين في نفس واحد. أي نعم، ولا الشهادتين في نفس واحد، بل يفصل بينهما بسكوت. حسنا. ماذا قلت شيخ أن وجود مكبرات الصوت يغني عن الأذان على علو؟ طيب، فهل يغني ذلك أيضا عن الالتفات في الحيعلة؟ لا، هذا لا يغني عن الالتفات في الحيعلة، بل يلتفت ولو كان عنده مكبر الصوت عملا بالسنة. حسنا، الله إليكم. قائلا بعدهما. نعم. قائلا بعدهما، أي بعد الحيعلتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، في أذان الصبح، حي أذان الفجر، الصلاة خير من النوم مرتين، لأن أذان الصبح وقت النوم، فينبههم بهاتين الكلمتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقولهما في أذان الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. وهي إحدى عشرة يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إنسه. أما الإقامة، الإقامة وهي الإعلام بالقيام، إعلام الحضور بالقيام للصلاة، فإن الإقامة إحدى عشرة جملة، إحدى عشرة جملة غير مكررة، بل واحدة واحدة، إلا في التكبير فإنه يشفعه، وكذلك في قد قامت الصلاة إنه يشفعها، وما عدا ذلك فإن الإقامة كلمة. وذلك لأن الإقامة تختلف عن الأذان، لأن الأذان لإعلام البعيدين ليحضروا، أما الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين ليقوموا إلى الصلاة، فلذلك قلت ألفاظها. وقال يحضرها، يعني يسرع فيها ولا يرتلها مثل الأذان، وإنما يسرع فيها
لأنها لإعلام الحاضرين، فلا حاجة إلى ترتيلها وإلى التباطؤ بأداء الإقامة كما يفعل بعض المؤذنين الآن، فإن بعض المؤذنين الآن لا تفرق بين أذانه وبين إقامته، هذا خلاف السنة، بل الإقامة تحذر بمعنى أنها تلقى متتابعة وبدون تمديد صوت، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. يقيم الصلاة من أذن في مكانه الذي أذن فيه، لأن هذا أبلغ في إعلام الناس بأن الصلاة قد قامت، فيحثهم هذا على الحضور للصلاة. فإذا كان يؤذن في مكان قريب من المسجد فإنه يقيم في ذلك المكان من أجل أن يسمعه الناس إن سهل هذا. أما إذا كان هذا فيه صعوبة كأن يكون الأذان في منارة أو في سطح المسجد أو في مكان بعيد عن المسجد فإنه يقيم في المسجد ولا يقيم في مكانه لوجود الصعوبة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا. هذه شروط صحة الأذان، لما فرغ من بيان السنن في أداء الأذان والإقامة ذكر شروط صحة الأذان فقال: ولا يصح يعني الأذان إلا مرتبا، أي مرتبة ألفاظه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو نكسه لم يصح، لأن هذا خلاف ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول شرعه مرتبا فيجب العمل بذلك. متواليا بأن تكون كل جملة بعد التي قبلها مباشرة، إلا أنه يفصل لأجل النفس فقط، فالأفضل أن يتوالى كلمات الأذان، لأن الأذان كان هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجزئ من مميز. نعم. ومن شروط الأذان أن يكون أيضا من عدل. نعم. أن يكون المؤذن عدلا، عدلا في والعدل المراد به ضد الفاسق، العدل هو الملتزم بأمور دينه المحافظ على دينه، خلاف الفاسق وهو المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا يصح أذانه، لأن الأذان عمل شرعي وأمانة، فلا يتولاه إلا من كان عدلا مأمونا، ولأن المؤذن قدوة، فإذا كان لا يلتزم بأمور الدين أو تظهر عليه علامات الفسق أو المعصية ويجاهر بالمعصية فإن الناس سيقتدون به، أما إذا كان ملتزما وعدلا فإن الناس يقتدون به في الخير ويأمنونه أيضا. هذه شروط الأذان: أن يكون مرتبا، أن يكون متواليا، أن يكون الذي يقوم به عادل في دينه، عادل في دينه، في دينه. ويأتي بقية للشروط أيضا في آخر الفصل. نعم. قال: ولو ملحنا أو ملحونا. يجزئ الأذان ولو ملحنا، يعني فيه تطريب، والأفضل ألا يكون في الأذان تطريب، بل يلقى بجزالة وبوضوح صوت وبصوت حسن ومرتفع بدون تلحين وتكسير وتطريب، حتى يشبه الأغاني، فإن هذا يخرج العبادة عن طابعها
الشرعي إلى التطريب والتلذذ بصوت المؤذن. لكن لو فعل ولحن الأذان فإن أذانه يكون صحيحا مهما لحن. نعم، لكنه خلاف الأفضل. نعم. أو ملحونا، الملحون هو الذي يغلط فيه بالإعراب، كأن يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع، فإن هذا يسمى باللحن. فإن كان اللحن يحيل المعنى فإنه لا يصح أذانه. إن كان اللحن يحيل المعنى فإنه لا يصح أذانه، كما لو قال أشهد أن محمدا رسول الله، فإن الخبر لم يأتي، يكون الجملة ناقصة، خبر إن لم يأتي، بل لا بد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بالضم، حتى يكون مكون من اسم إن وخبرها وتتم الجملة. فهذا يعتبر من اللحن الذي يحيل المعنى. أما اللحن الذي لا يحيل المعنى كما لو قال أشهد أن لا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك، رفع نصب المرفوع، فهذا لا يحيل المعنى، لكن الأفضل أن يكون معربا، أن يكون الأذان معربا، يعني متمشيا على الوجه اللغوي الصحيح. نعم. قال ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. يجزئ الأذان من المميز وهو الذي بلغ 7 سنين، لأن المميز تصح منه العبادة، تصح منه الصلاة، فيصح منه الأذان أيضا، والأفضل أن يؤذن من بلغ، هذا هو الأفضل. لكن لو أذن طفل دون البلوغ من سن التمييز فأكثر فإن أذانه يصح، لأنه تصح صلاته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم أحدكم، وهذا يشمل الصغير، يشمل الصغير. ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير. سبق أن المؤلف يقول متواليا، يقول في شروط الأذان أن يكون متواليا، فلو فصل بين كلمات الأذان بفاصل كثير فإنه لا بد من إعادته من أوله لانقطاعه، ولأن الأذان كان يؤدى على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم متواليا، فإذا حصل فيه قطع كثير خالف السنة، وأيضا ذهب المقصود من الأذان. وكذلك إذا كان الفاصل يسيرا، فإن كان يسيرا مباحا فلا بأس، كأن فصل ليشرب أو ليتنفس أو ليأخذ شيئا أو يضع شيئا، فالفاصل اليسير المباح لا يضر. أما إذا كان هذا الفاصل محرما، كأن يتكلم بسباب أو شتم أو بذاءة لسان أو غيبة أو نميمة، فإن الأذان يبطل، لأنه أدخل فيه شيئا محرما. نعم. ولا يجزئ قبل الوقت، هذا أيضا من شروط الأذان، من شروط صحة الأذان أن يكون عند دخول الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت فلا يسبقه، لأنه إذا سبقه لم يحصل به إعلام المقصود من إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. نعم. قال ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. إلا الفجر فإنه يجزئ تقديمه قبل طلوع الفجر، وذلك لأن هذا الوقت ينام فيه الناس، فيحتاجون إلى من ينبههم بقرب دخول الوقت ليستعدوا، فلا بأس أن يقدم أذان الفجر قبل الصبح لأجل أن يتهيأ الناس. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل،
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فإذا كان معروفا عن المؤذن أنه يؤذن أذانا سابقا على الوقت ثم يؤذن في الوقت، فهذا هو السنة وهذا هو المطلوب. أما إذا كان يؤذن قبل الوقت ولا يؤذن عند دخول الوقت فهذا لا يجوز، لأنه يغر الناس، وربما يصلي من يصلي من النساء والمرضى. فإذا أذن أذانا أول قبل الوقت فلا بد أن يؤذن هو أو غيره عند طلوع الفجر حتى لا يغر الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. يسن جلوس المؤذن بعد الفراغ من أذان المغرب ولا يواصل الإقامة بالأذان، لأن ذلك يفوت على الناس الحضور لصلاة المغرب، بل يعطيهم مهلة حيث يتوضأ المتوضي ويصل من كان بعيدا عن المسجد، فيجلس بعد أذان المغرب يسيرا من أجل انتظار الناس ليدركوا الصلاة مع الجماعة. نعم. كيف خص المؤلف رحمه الله المغرب؟ لأن المغرب يستحب تقديمه في أول وقتها، لكن ذلك لا يصل إلى حد قرن الإقامة بالأذان، لأن هذا يفوت على الناس الحضور، فيجلس بعدها يسيرا حتى يتمكن الناس من الحضور، ولا يطول الجلوس بعد المغرب لأنها يستحب تعجيلها في أول وقتها. نعم. هذا الذي يفعله الناس الآن بين الأذان والإقامة من التوقيت بالثلث والربع له أصل؟ نعم له أصل، لأن هذا حسب المصلحة وحسب الحاجة. الحمد لله. فالمغرب له وقت محدد، يعني الانتظار. نعم. والعشاء له وقت محدد، والفجر له وقت محدد، والظهر له وقت محدد، والعصر له وقت محدد، من أجل أن يعرف الناس وقت الإقامة ويعرفوا ويتمكنوا من الحضور ويرتبوا أمورهم بناء على ذلك. هذا من إعانتهم على الخير. نعم. الحمد لله. قال: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. من جمع بين الصلاتين لعذر شرعي كالمريض والمسافر وحالة المطر فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، يقيم للأولى وللثانية ولا يكرر الأذان للثانية، لأن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا جمع بين الصلاتين لسفر ونحوه فإنه يؤذن المؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، كما فعل صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا في الجمع. نعم. وكذلك الفوائد، إذا كان عليه صلاة فائتة، جماعة عليهم صلاة فائتة يصلونها خارج وقتها، فإنه يؤذن لها ويقيم لها، هذا هو السنة والأفضل. وكذلك لو كان منفردا، لو كان الذي فاتته صلاة منفردا فإنه يؤذن ويقيم إذا كان في غير البلد، أما إذا كان في البلد فلو فعل هذا شوش على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في بعض الأسفار ولم يوقظهم إلا حر الشمس، أمرهم صلى الله عليه وسلم بالانتقال من الموضع الذي ناموا فيه إلى مكان آخر، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأذن، ثم صلوا راتبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى بهم الفجر، فدل على أن الفائتة يؤذن لها ويصلى لها ويقام لها
أما الأذان فهذا بشرط أن لا يشوش على الناس بأن يكون بصوت قدر ما يسمع الحاضرين أو يسمع نفسه. نعم، إلا إذا كان في بر أو في مكان ليس عنده أحد فيؤذن ويجهر بالأذان. نعم، يعني لو قام أحد من نومه وفاتته الفجر يسن له أن يؤذن في داره؟ يسن له ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة. وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا من آداب الأذان ومستحبات من سمع الأذان، وذلك بأن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن، إذا كبر يكبر وإذا تشهد فإنه يتشهد، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معنى يحوقل في الحيعلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يقال في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. والمناسبة والله أعلم أن الحيعلتين دعوة للحضور، والإنسان لا يستطيع أن يتحرك أو أن يحضر إلا بحول الله وقوته، فهو يستعين بالله ويطلب من الله أن يعينه على الحضور وعلى أداء الصلاة ويتبرأ من حوله وقوته. نعم، أحسن الله إليكم. الدعوة التامة يا شيخ، الأذان والصلاة القائمة. نعم، إذا فرغ المؤذن عرفنا أنه يتابع المؤذن في ألفاظ الأذان ويقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله. فإذا فرغ المؤذن فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. الأذان دعوة، دعوة تامة كاملة ولله الحمد، الحمد لله. والصلاة القائمة هي التي ستقام، الفريضة التي ستقام. آت محمدا أي أعطه الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لنبي أو عبد صالح. والفضيلة وهي المرتبة التي لا يلحقه فيها أحد من الخلق. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وذلك في قول الله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة العظمى حين يجتمع الخلائق في المحشر ويطول عليهم الوقوف فيطلبون من الأنبياء من يشفع لهم إلى الله في قضاء الفصل بينهم وإراحتهم من هذا الموقف، فإن الأنبياء يتدافعون الشفاعة عليهم الصلاة والسلام إلى أن تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي ربه ويسأله ويدعوه حتى يقال له سل تعطى واشفع تشفع، فيسأل الله الفصل القضاء بين عباده فيعطيه الله ذلك، فيحمده الأولون والآخرون على هذه الشفاعة، ولذلك سماه الله مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن من فعل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة، هذا جزاؤه وأجره عند الله سبحانه وتعالى. فصارت المصلحة عائدة إلى القائل، عائدة إلى القائل. فإذا قال هذا الذكر ودعا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فإن مصلحة ذلك تعود إليه، فينال من الله جل وعلا شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي على نهاية هذا اللقاء، نشكر لكم حسن استماعكم، ونشكر لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان، ونأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير. ولكم تحية من زميلنا في هندسة الصوت مشعل الدهيشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.